على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر. الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1882 كسرت القوات المصرية المدافعة عن بلادها بقيادة أحمد عرابي أمام الغزو الإنجليزي، لتبدأ حقبة الاحتلال البريطاني للجغرافيا المصرية. وفي هذا اليوم من عام 1968 انسحبت ألبانيا من حلف وارسو لتدق المسمار الأول في نعش الحلف الذي تأسس عام 1955. وفي هذا اليوم من عام 1988 وضع حجر الأساس لتوسعة الحرم المكي الشريف. وفي هذا اليوم من عام 2015 أوقفت ألمانيا وسلوفاكيا والنمسا العمل باتفاقية شنغن التي تتيح التنقل الحر بين بلدان الاتحاد الأوروبي. ويميز هذا اليوم أنه شهد عام 786 ميلاد الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد، وأنه حالياً اليوم العالمي للقانون.